ورجعنا لكم مرة تانية. وصلنا دلوقتي لفقرة الستات بتلعبها صح. النهارده معانا نجمة جديدة في صفوف فتيات الذهب، واللي بالرغم من انها انضمت للفريق في بداية الموسم ده، لكن تحس انها من ناشئات النادي الاهلي وبقت واحدة من ولاد النادي بسرعة جدا، وانضمت للاهلي من صفوف نادي الشمس. بتلعب في مركز مهم وهو الضارب الخلفي او ضارب مركز اثنين. ايدها الشمال ولا المرزبة الحقيقة، يعني ما شاء الله بتضرب بقوة وتركيز كبير جدا. تعالوا نشوف هي مين ونرجع تاني. زي ما شفنا معانا ومنورانا الكابتن علياء هاني، لاعبة الفريق الأول لكرة الطايرة بالنادي الأهلي. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. احنا مش جايبينك نحسدك على فكره خالص خالص، يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عايزه ابتدي معاكي كده، تكلميني عن بداياتك لغايه لما وصلتي للنادي الاهلي. انا بدات فولي وانا عندي 10 سنين في نادي الشمس. قعدت كذا سنه، بعدين ابتديت اروح المنتخب وكنت بتصعد بقى، يعني وانا في ال 14 كنت بلعب مع ال 16، بعد كده وانا في ال 16 بقى كنت بلعب مع 18 فيرست تيم بس، وفضلت في الشمس يعني لحد ما سنتين الرعايه بتوعي خلصوا، وبعدها على طول جيت الاهلي. يعني قرار ان انت تختاري ان انت تبقي لعبه كره طايره، ده كان قرارك ولا الاب والام قالوا لا دي فيها ده ايه ده طويله، ده هي طويله يلا هنوديها نلعب تلعب كره طايره؟ لا انا اصلا كنت بلعب جمباز وسباحه، فكنت أصلاً بعيده خالص بس بعد كده كنت عايزه يعني العب لعبه جماعيه، فكنت بين باسكت وفولي يعني، بس انا جربت الفولي الاول وكملت فيها بقى. فكان قرار شخصي منك يعني؟ اوكي. طيب انت، انا عايزه اعرف انت لسه بتدرسي؟ لا انا لسه مخلصه جامعه. حلو قوي. من في الدراسه ده ايه شكلها صغير قوي. طيب ازاي عرفتي مبدئيا برضو توفقي ما بين الدراسه وما بين ان انت تبقي لاعبه محترفه؟ لان ده برضو يمكن احنا بنتكلم في موضوع حلقتنا عن الدراسه والتمارين واهميه الرياضه، عايزاكي تقولي لي يعني عملتي ده ازاي؟ هي حاجه مش سهله خالص، بس هي برضو بالتعود يعني، عشان بقالي كتير فخلاص كنت متعوده، اللي هو اليوم بيبقى فيه تمرين وقبل التمرين بنقعد نذاكر بس، او اللي هو خلاص جامعه وبطلع التمرين واروح اذاكر كده، يعني اليوم كان بيمشي كده، فالموضوع كان بيبقى صعب قوي، بس خلاص بعد ما اتعودنا الموضوع بقى ده طبيعي يعني. السيستم انا عايزه اعرف برضو اتخرجتي من ايه، كلميني عن تجاره خارجيه جامعه حلوان. جامعه صعبه، كليه صعبه. لا كليه صعبه. بس انا دايما بحس انه الابطال الرياضيين بالذات في الرياضات الاخرى ما شاء الله ما شاء الله، يعني مش بحسدك. هجيب لك خشبه بيبقوا لازم جواها في خشبه والله. لا بحس ان هم بيعرفوا ان هم يمالتو تاسك، ان هم يذاكروا كويس صح، يعني بيبقى عندكم السكيل بتاع المالتي تاسكينج. انا بحس ان احنا اصلا عشان عندنا سيستم فعلا بنبقى، يعني بحس ان اغلب الرياضيين اشطر اصلا من الناس اللي هي مش بتلعب رياضة، يعني عشان بنعرف ننظم وقتنا كويس قوي وكده. صح صح مظبوط. نروح بقى للنادي الاهلي. اكيد كان ليكي لاعبات من اللي موجودين دلوقتي في النادي الاهلي قبل ما تروحي النادي كانوا صحابك مثلا او كنت تعرفيهم، وبعد ما روحتي النادي الاهلي، عايزه قبل وبعد مين كانوا مقربين ليكي قبل وبعد ما روحتي النادي الاهلي من اللاعبات؟ هو اصلا في كذا لعيبه كانوا معايا في الشمس قبل كده، ساره امين وايا الشامي وايا خالد، كذا حد يعني، فاحنا اصلا عارفين بعض من قبل كده. وغير كده بقى صحابي في المنتخب ندى وليد قريبه قوي، زينه، يعني احنا اصلا قريبين قوي من المنتخب، كنا بنقعد مع بعض كتير قوي في الاوض وكده، فبس يعني فهو اصلا اغلب الفرقه كنا صحاب قبل ما يجي يعني. فما حسيتيش لما روحتي النادي الاهلي بانه الفرقه مش صحابك؟ لا حسيتي؟ لا لا خالص. طيب حلو. حصل طبعا اكيد معاكي مفاوضات من فترة طويلة علشان تبقي موجودة في الأهلي، عايزة أعرف إيه اللي حصل بالظبط ومين اللي اتفاوض معاكي وكده، وعايزة أعرف إحساسك بعد ما لبستي تيشيرت النادي الأهلي. أوكي. هو أنا أول ما السيزون خلص كان جاي لي عرض من كذا نادي يعني، بس كابتن خالد العوضي وكابتن حمدي كلموا بابايا. صورة معانا أهي. كابتن خالد. فبس أنا أول ما الأهلي دخل في الموضوع ورحت مضيت على طول يعني، بس اول مره البس التيشيرت كنت مستغربه قوي، بس كنت مبسوطه يعني عشان دي حاجه كان نفسي فيها من زمان قوي. يعني انت حلمتي كبيره قوي اكيد يعني قبل كده ان انت تبقي في النادي الاهلي؟ طبعا بتحلمي بده. هو نادي مميز قوي واسم كبير يعني، فاي حد هيبقى نفسه يلعب فيه يعني. بقى نروح بقى من اول مره تلبسي التيشيرت لاول تمرينه ليكي في الاهلي.
اوكي احكي لي عن اول تمرينه دي بقى بالتفصيل كده، من اول ما خرجتي من البيت للنادي رجعتي البيت تاني. اوكي كنت متوتره شويه يعني اصلا من ساعه ما قالوا لي التمرين بكره دي، كنت قاعده بقى بفكر اللي مش عارفه هعمل ايه ينفعش وكده. اروح ولا ينفعش اتخبى؟ بس لما روحت يعني لا الفرقه يعني رحبوا بيا جامد قوي وكانوا كويسين يعني، واحنا كده كده اصحاب قبل كده. انا عايزاكي بالتفصيل من اول ما تفصيل. دخلتي من باب النادي اوكي على قص انا الكلام. ما بتقولك تقصيش الفرقه الارحام رحبوا بيا، ما اوكي انا عارفه انا عايزه نسمع الكلام. التجربه. لا يعني انا اول حد شفته كان ندى وليد، اوكي بس قعدنا مع بعض شويه، قعدت تقول لي ان عادي الموضوع مش موتر خالص وان كده كده هاخد على الموضوع بسرعه بس. وبعدين لما لقيت اصلا ان اغلب الفرقه صحابي قبل كده فلا التوتر راح يعني. بس طيب ونهله برضو. انا عايزه اقول لك بقى ان احنا معانا ندى وليد دلوقتي. ندى وليد اوكي. الو 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 اهلا اهلا. اي ايه ده ايه ده؟ طب والله كنت تكلمي من بدري يا ندى. لا بتقص الكلام يعني، احنا لا عايزينك تخليها والله تتكلم اكتر. الصوت ندى بعيد قوي ممكن يا ندى. تعلي صوتك شويه. سامعيني طيب؟ كده احسن. لا عليا كانت معظمنا او تقريبا كلنا لعبنا معاها في المنتخب قبل كده، فاحنا ما كانش عندنا اي مشكله مع عليا، بالعكس احنا اتبسطنا قوي ان هي جت، ومن اول ما جت واحنا كلنا كنا معاها، اللي هو لا احنا فرقتك اصلا يعتبري ان انت معانا من بقالك 10 سنين عادي يعني، واحده واحده خلاص اتعودت علينا كلنا بالتمارين بكل حاجه، ولا يعني اتبسطنا قوي ان هي جت لنا تساعدك. عالية مش عايزة تقولي لندى حاجة بالضحكة اللي ضحكتيها في الأول لا دي لا وراها والله قصة. لا هي لوحدي والله كده. عايزة أسألك يا ندى عن جوه الفرقة، يمكن عالية موجودة دلوقتي معاكم في فريق في لاعبات تانية، إزاي بتقدروا إن أنتوا تبقوا كلكم جزء واحد، يبقى مفيش بينكم حتة إنه حد جديد حد فاهمة قصدي؟ يعني بتعملوا ده إزاي؟ هو عامة ما عندناش اوبشن دلوقتي ان يبقى في حد جديد، لان احنا كلنا في تشالنج واحدة، كلنا عايزين نكسب الدوري، هو مفيش حد جديد وحد قديم، فخلاص بقينا فرقة واحدة بنفس الحاجة اللي احنا عايزينها. بس فاحنا كلنا محدش اصلا بيفكر ان في حد بقاله كام سنة او حد لسه سنين يعني، بنتمرن نفس التمارين، اللي بيلعب بيلعب اللي مش بيلعب مش فارق له، هو اهم حاجة ان احنا نكسب، عشان كده مش بتفرق معانا قوي يعني. طب احكي لنا عن اول يوم لعالية في التمرين. هي عالية أول أسبوع مش أول يوم، كانت مخضوضة جدا، مخضوضة بطريقة مش طبيعية، اللي هو يا عالية عادي، بس هي تقريبا أول سنة ليها تمشي من ناديها وتيجي نادي تاني، فالموضوع كان بالنسبة لها طبعا حاجة مخيفة يعني، بس ما بعد أسبوع بقى ما عرفناش نسكتها بقى خلاص. أيوة كل حاجة وبقت خلاص بتتكلم 24 ساعة. احكي لنا طيب، عايزين كواليس، عايزين نعرف بتعمل إيه في البريك، عايزين بتهزر إزاي، عايزين شوية حاجات كده عشان في هي حاطة فريم كده أنا مش مصدقاه. لا هي تقريبا اللي باينه قدام كلها مكفوفه وقاعده هاديه، بس هي مش كده خالص. ايوه ما تسكتي. ما تسكتيش قولي. قولي لنا. هي عاليه من قلب الناس في الفرقه يعني، هي فجاه كده مثلا احنا كنا في التمرين كلنا جد، فجاه هي ترمي كلمه كده اللي هو عاليه انت بتقولي ايه وبالضحك يعني. لا هي رهيبه. يعني انا مبسوطه قوي بالروح اللي بينكم، والحقيقه انه ده مشترك بين كل الرياضات في النادي الاهلي، مظبوط. الروح اللي بتبقى دايما بين اللاعبات. ندى قبل ما تقفلي عايزاكي توجهي كلمه لعاليه. يا عليا يعني انا بجد اتبسطت قوي ان انتي جيتي السنه دي، وان شاء الله من اول السنه دي لسنين كتير هنبقى مع بعض ونكسب كل البطولات ان شاء الله مع بعض. ان شاء الله يا اختي، ان شاء الله ربنا يخليكي. بتقولك ربنا يخليكي. ان شاء الله. شكرا يا ندى نورتينا. طيب انتي اتمرنتي في نادي الشمس واتمرنتي طبعا دلوقتي في نادي الاهلي، عايزاكي تقولي لي ايه الاختلاف اللي ما بين الناديين، وايه الحاجه المختلفه اللي حسيتيها في النادي الاهلي؟ اوكي لا هو في كذا حاجه، الاهلي اصلا بحس ان هو مختلف عن اي نادي مش الشمس بس، وكان بيبان قوي في الفرق بتاعته يعني. او حتى لما حد بيمشي من الاهلي بيبان ان ده من الاهلي برضه، طريقه التمرين، فكره ان ممكن التمرينه تبقى خفيفه مثلا، او اللي هو اي كلام النهارده هنمشي اليوم، لا ده ما بتحصلش، مش اوبشن موجود بجد. كل يوم بنبقى مركزين قوي على حاجه معينه ونفس التارجت، وبنفكر بعض دايما، حتى لو فرقه وقعت نفسيا مثلا شويه او عادي طبيعي، كل فرقه بيبقى ليها داي اوف او كده، لا بنقعد مع بعض في ساعتها. نهله بصراحه دايما بتتكلم معانا وكده، فده بصراحه بحس ان هو مش بيحصل كتير في الفرق التانيه، بس فبحس ان سيستم الاهلي شبه المنتخب شويه. بس ف
يعني نقدر نقول الروح تركيز اللمه كمان. والتيم اللي انتوا بتعملوها مع بعض. بتمرني قد ايه؟ بتمرني كل يوم؟ بتمرنوا كام ساعه؟ اجازتك امتى؟ احنا بنتمرن كنا بناخد يوم اجازه. كنا بناخد يوم النهارده اجازه الصراحه. اوكي بس لا يعني احنا بكره عندنا تمرينتين في العادي بنتمرن 3 ساعات او 3 ساعات ونص. اوكي بس وبكره ان شاء الله عندنا تمرينتين فلسه انا ما اعرفش النظام هيبقى عامل ازاي بس ان شاء الله قدها. بس المفروض يعني ناخد يوم اجازه او يومين اجازه في الاسبوع يعني. معالي عايزاكي تقولي لي اصعب ماتش لعبتي من اول ما بداتي فولي بول لحد دلوقتي، ماتش مش ناسيه صعوبته. اوكي ماتش كارتاج كنا بنلعب فاينل افريقيا وانا كنت لسه متصعده فما كنتش عامله حسابي خالص ان انا هلعب فيه يعني بس نزلت فجاه وكده بس الحمد لله يعني انا فاكره ان انا لعبت كويس. احنا خسرنا 3-2 بس هو كان ماتش صعب قوي بس كان اكسبيرينس كويس. صعوبته بالنسبه لك انها كانت اول مره مع الفريق الاول؟ كان واول مره نوصل فاينل اصلا ف لا كان انا فاكراه يعني قوي. اصعب لحظه جوه الماتش ده كانت ايه؟ لحظه ما نزلتي صح؟ انا لما تخيلت كده معاكي قلت لو انا مكانها هتبقى اصعب لحظه اللي هو يعني عاليه. ايوه انا باي تنزلي بالظبط. طيب عايز اعرف منك كابتن حمدي الصافي اول حاجه قالها لك بعد لما انضميتي للاهلي؟ لا هو قعد يتكلم معانا كلنا وان ده هيبقى سيزون استثنائي يعني الموضوع السنه دي هيبقى مختلف شويه عشان كل الفرق دعمت وكده بس وقال لي ان يعني خلاص اخش في الفرقه على طول وان انا دوري مهم وكل حد مهم في الفرقه يعني وبس ان احنا لازم نبقى مركزين في كل ماتش يعني عشان ناخد كل البطولات ان شاء الله. عايزه بقى اسالك على الجمهور، نادي الشمس طبعا نادي كبير وليه برضو جمهوره لكن جمهور النادي الاهلي مختلف تماما. وبيبقى في الصالات بيهز الصاله من كتر التشجيع. هل ده بالنسبه لك الاختلاف الجمهور الجماهيريه بتاعت النادي الاهلي هل ده بيمثل لك ضغط ولا حافز اكتر منه ضغط؟ انا اول مره الالترس دخل في ماتش يعني انا كنت مستغربه شويه بس بعدها احنا بجد الماتش ده كنا ماشيين اللي هو لسه ما كناش احسن حاجه كان اول ماتش ولسه ما دخلناش في المود قوي وبجد اول ما الالترس دخل احنا خلصنا الماتش على طول فلا بصراحه حافز قوي يعني بجد هما لما بيخشوا في حاجه بتحصل في فرق بيحصل احنا بنلعب احسن بكتير فلا بالنسبه لي بحس ان هو لا حافز طبعا مش ضغط يعني. تمام. آية الشامي احنا عارفين ان مركزك تقريبا نفس مركز آية الشامي. المنافسه ما بينكم عامله ازاي؟ انا آية دلوقتي من اقرب الناس ليا اصلا في الفرقه بس انا بجد مبسوطه قوي ان انا بلعب معاها وبستفيد منها بشوف هي بتعمل ايه برضو في التمرين هي لما بتشوفني بعمل حاجه بتيجي تقول لي فلا انا بحبها جدا الصراحه ويعني انا مبسوطه قوي ان انا بلعب معاها في نفس المركز كمان. مفيش منافسه يعني مفيش كده من تحت اصل احنا كده كده التارجت بتاعنا واحد فلا واحد يعني المهم بس الفرقه تكسب بجد. مظبوط مظبوط. احنا داخلين دلوقتي بقى نروح على البطولات احنا داخلين على افريقيا تحضيراتكم لبطوله افريقيا ايه وشايفه من وجهه نظرك يعني حظوظنا ممكن تبقى عامله ازاي في افريقيا؟ اوكي هو احنا بس الاول عندنا هنبدا الدوري خلاص 16/2 فقبل افريقيا يعني فاحنا تركيزنا اكتر دلوقتي على الماتشات بتاعه الدور الثمانيه عشان الماتشات كلها جامده وكده وافريقيا ان شاء الله لازم نبقى مركزين بطوله مش سهله خالص فرق من تونس والجزائر وكده بس انا شايفه لا ان احنا ان شاء الله نقدر نكسبها يعني تاني احنا اصلا كنا على طول بناخدها هي بس السنه اللي فاتت فرقه كينيا كانت جامده شويه بس لا السنه دي ان شاء الله انا حاسه ان احنا ان شاء الله نقدر ناخد كل البطولات يعني. حلو قوي. عايزين يعني نخرج سنه بره الرياضه كده ونتكلم عن حياتك انت يعني حياه عليا بتعمل ايه في وقت فراغها بتحب ايه هواياتك ايه؟ بصي هو انا لسه مخلصه دراسه فلسه بشوف بقى هعمل ايه في يومي بس انا دايما كنت اللي هو يعني يا بذاكر يا في التمرين بس
بس بخرج مع صحابي بقى، ممكن بخرج مع الفرقه اللي هم دحيحه بس يعني ما عندكيش حاجه كده؟ انا دحيحه شويه الصراحه. لا ده كده الله، انا بحب الدحيحين لانه انا عمري ما كنت بعرف ادح يعني اذاكر يعني. دحيحه شويه الصراحه بس لا عادي، ممكن بقى بخرج مع صحابي عادي. لا اكيد. طب ايه ده، احنا ممكن نتكلم معاها في الموضوع بتاع الحلقه. انا مش عارفه اذا كنت شفتي قبل ما تدخلي كنا بنتكلم عن انه ازاي نخلي الاطفال يذاكروا، فبما انك واحدة من الأمثلة الناجحة في المذاكرة وكنت دحيحة بجد، عايزاكي تقولي إيه اللي خلاكي تحبي المذاكرة وتقعدي النهاردة على الكنبة دي وتقولي إن أنت كنت بتذاكري وكده، مامتك وباباكي وكده عملوا إيه عشان تحبي المذاكرة؟ لا بصي، هو مش عارف، انا مش خبره خالص في الموضوع ده، بس اقول لك حاجه، انا بحس بالمسؤوليه قوي يعني، انا بحس لو هعمل حاجه لازم اعملها كويس. على فكره يا هند ملهاش علاقه بالاب والام. يعني انا بقول لك امي كانت بتقول لي كفايه مذاكره يعني. انا مامتي كده صح بجد. يعني انت كنت بتحبي المذاكره من نفسك؟ هي مش فكره حب على قد بس ان انا حاسه بمسؤوليه ان انا ورايا حاجه لازم اخلصها. هو ده عشان ما احسش كمان ان الرياضه مأثره عليا او كده، فلا لازم اعمل كل حاجه صح بقى. يمكن بصي حبك في الرياضه واحساسك ان انت عايزه توصلي فيها ما كانش عايزه حاجه توقفك او يقولوا لك انت اهملتي دراستك بسبب الرياضه، فساعات الرياضه فعلا بتبقى حافز مهم قوي. بصراحه احنا انا عايزاكي تقولي الو، علشان بما ان احنا بنتكلم عن المسؤوليه، احنا المكالمه دي من اكتر الناس اللي عندهم مسؤوليه في الفرقه، فقولي الو وانت اعرفي مين. الو الو نهاليه. نهاله ايوه صح كده. عامله ايه يا نهله؟ الحمد لله تمام، كله تمام. منورانا نهله كابتن الفرقه طبعا. ازيكي يا نهله، كلميني عن عليا من وقت دخولها النادي الاهلي ووجودها معاكم في الفريق. طبعا يعني هي عليا عارفه طبعا انا بحبها قد ايه، بس انا والله يعني انا بجد هكلمكم عن عليا مش من ناحيه يعني حب ليها والكلام ده، فلا يعني عليا من قبل ما تيجي الاهلي هي يعني كانت معايا في المنتخب برضه، انا كنت يعني انا الحمد لله كابتن فريق المنتخب، يعني هي من اللعيبه الملتزمه مش بتتعبني خالص، ولعيبه مجتهده يعني لعيبه دايما تحب تحسن من نفسها، ويعني لعيبه طبعا مميزه يعني هي من الناشئات والشابات بتلعب في المنتخب ومن نادي الشمس طبعا، واحنا يعني عارفين الفتره اللي فاتت السنين اللي فاتت كان دايما المنافس بينا نادي الشمس، فهي يعني من زمان وهي عندها المسؤوليه ولعيبه يعني مجتهده يعني، فلما جت حتى معانا الاهلي ما خدتش وقت ان هي تدخل في الاجواء بتاعتنا يعني وقوانيننا والكلام ده. اندمجت على طول. بالظبط. عليا كانت يعني بتقول احنا طبعا زملاء كلنا، فاحنا مع بعض من زمان يعني بقول لك في المنتخب، فهي يعني شخصيه جميله برضه. بصي عليا كانت بتتكلم شويه بقى على حاجه هكلمك فيها، بس انا عايز اعرف امتى زعقت لها مثلا، هل في مره اتعصبتي عليها او زعقت لها؟ انا يعني عمري زعقت لها. لا لا لا. انا يا بنتي عمري والله. لا خالص. طيب انا مش بزعق يعني، انا مش بزعق لحد خالص من الفرقه، وكمان يعني ممكن طبعا الواحد في اوقات ممكن الواحد يتشد او حاجه لمصلحه الفرقه بنتكلم فيها، بس ما اعتقدش ان انا يعني حصل مني حاجه زي دي مع خالص والله يعني. هي اعترفت ان ما حصلش. طب هي كانت بتقول ان اوقات لما بيبقى فيه ابس اند داونز وبيحصل للفرقه بتبقى متضايقه، قالت نهله بتبقى معانا، بتعملي ايه في الاوقات الصعبه مع الفرقه؟ مسؤوليه برضو كبيره. يعني هي ممكن طبعا قبل البطولات كمان بالذات بيكون الواحد مهم جدا يعني، الفرقه تتجمع وبنتكلم في المشاكل ايه، ممكن لو في لعيبه مثلا في حاجه مش مريحاها طبعا بحاول يعني اريحها، في مثلا في وجهات نظر مختلفه مثلا ما بين اللعيبه في الملعب الكلام ده، بحاول طبعا اقرب الدنيا دي وبحيث ان يكون في الفرقه ما فيش اي مشاكل، كل اللعيبه تكون مستريحه نفسيا يعني، انا دايما عندي فكر كده ان هو انا لو اللعيب مستريح نفسيا فهو هيديني اعلى حاجه في الملعب حقيقي، فانا دايما بشتغل على الحته دي يعني مع الفرقه، وهم بصراحه بيساعدوني يعني حتى لما بنقعد نتكلم يمكن يعني بتكلم معاهم في كل حاجه هم بيساعدوني وبيكونوا متقبلين ويعني بتبقى الدنيا تمام يعني، فانا دايما بحب قبل اي بطوله داخلينها اي فاينل الكلام ده كله لازم بيكون في قعده كده يكون كل واحد قال اللي جواه ويكون مستريح نفسيا محتاج ايه عشان يطلع احسن حاجه عنده، فبنتكلم في الكلام ده كله والحمد لله يعني.
برافو يا نهله، ربنا معاكي ويقويكي طبعا على الفرقه وهي اصلا عاليه عاليه مبتسمه، بصي بابتسامات لما بتسمع صوت صحابها بس بتبتسم غير كده. لا عاليه جميله، عاليه جميله، عاليه شخصيه جميله والله، ولعيبه ممتازه يعني. نهله احنا مستنيين بطولات من الفرقه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تاخدوا كل البطولات السنه دي كلها ولا بطوله تقع. ان شاء الله نورتينا. ان شاء الله، شكرا ميرسي جدا. ميرسي يا نهله. عليا اخر سؤال عايز اساله لك، طموحاتك ايه للفتره الجايه على المستوى الشخصي وكمان على المستوى الرياضي؟ اوكي. طموحاتي حاليا كلها في اللي علاقه بالنادي يعني. ان شاء الله ان احنا نكسب كل البطولات اللي جايه ان شاء الله، وان انا برضو اتحسن واستفيد من الخبرات اللي معايا في الفرقه. انا مبسوطه قوي ان انا بلعب مع الناس دي، انا يعني كان نفسي العب جنب نهله من زمان قوي، فان شاء الله يعني هستفيد منهم على قد ما اقدر ونكسب كل الماتشات يعني ان شاء الله باذن الله. تبقي معانا كده المره الجايه كده ببطولات كتير، شويه ميداليات كده، شويه ميداليات هنا على الترابيزه. أيوة. ان شاء الله نفردهم هنا كده ونبقى مبسوطين. ان شاء الله. انت نورتينا وانا بتمنى لك كل التوفيق، وانا ببسط بالبنات اللي عندهم حاجه مش عندي وهو الهدوء والرزانه اللي انت فيه. لا انا مش كده بس يعني الحمد لله انك قادره على اللي تعمليه. انا حتى على الهوا مش عارفه ابقى هادية. انت نورتينا وبتمنى لك كل التوفيق. شكرا. خلصت فقرتنا، هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم.